الحكومة بدأت منذ وقت مبكر، لا أبالغ بالقول أنها بدأت بعد انتهاء الزيارة الأربعينية للموسم الماضي. شكلنا لجنة زيارات المليونية وعقدت الكثير من الاجتماعات وأنطت وقت للبحث ودراسة المشاكل والمعوقات الخدمية بالتحديد اللي رافقت الزيارة السابقة. المشكلة لا تنحصر في التوليد بقدر ما هناك مشكلة في النقل والتوزيع. في هذا الموقع بالذات هذه المشاريع اللي تفضل السيد الوزير والأخ المدير العام مدير المحطة بحديث مختصر، بإكمال هذه المشاريع راح نوفر طاقة كهربائية ما راح تجي بالتوليد، لكن راح تجي من خلال نقل جزء من الطاقة الكهربائية من الشبكة سواء كان من الرميلة أو من الناصرية حتى توصل إلى أقضية ونواحي في جنوب الناصرية. منذ أشهر ونحن أعلننا في بداية عام 2024 أن عام 2024 وفق ما مخطط له هو عام الإنجازات، وها هي الإنجازات تتحقق في كل محافظة وفي كل مكان، وسوف تستمر إن شاء الله بهمة المخلصين إلى حين إتمام كل المشاريع نهاية عام 2024.